بسم الله الرحمن الرحيم، بنستكمل مع بعض المحاضرات الخاصة بمادة الديجيتال أو اللوجيك ديزاين. طبعا احنا بدأنا في الجزئية بتاعت السيكوينشال سيركت، وشرحنا الأنواع المختلفة بتاعت الفليب فلوب، ألا وهي الدي فليب فلوب والجي كي فليب فلوب والتي فليب فلوب. دول طبعا أهم حاجة في السيكوينشال سيركت. زي ما كان في الكومباينيشنال سيركت شرحنا الأول الجيتس المهمة اللي هي الاند والاور والنوت، وبعد كده عملنا من الاند والاور والنوت دي حاجات مختلفة زي ما قلنا الهاف ادر، الفول ادر، الديكودر، الانكودر، المالتيبلكسر، الدي مالتيبلكسر. الحاجات الكتيرة دي عملناها من مين؟ الكومباينيشنال سيركت. نفس الحكاية بقى، احنا قلنا الكومبوننت المهمة الخاصة بالدي فليب فلوب بالسيكونشال سيركت، الا وهي الدي فليب فلوب جي كي تي فليب فلوب. وطبعا كان في الاس ار فليب فلوب، بس الاس ار بيستثنوها لان علشان فيها الجزئيه بتاعت الانفاليد دي، وهي كانت الحاجه الفليب فلوب اللي كانت في الاول، واتعالجت المشكله بتاعتها عن طريق الدي فليب فلوب، وعملوا الجي كي فليب فلوب والتي فليب فلوب. فعشان كده دول هم اللي مهمين، دول اللي بيستخدموا بشكل كبير قوي في الديزاين. فدلوقتي بقى عايزين ناخد الحاجات دي نعمل بيها ديزاين بقى لكومبوننت زي ما عملنا في الكومباينيشنال سيركت. فهنعمل ديزاين لسينكرونس باينري كاونتر. دكتور، هو الشرب رايق يا دكتور. دكتور، طيب بنقول بقى ان انا باستخدام الدي فليب فلوب او الجي كي فليب فلوب او التي فليب فلوب عايز اعمل ديزاين لايه بقى؟ لحاجات بقى محسوسه بالنسبه لي زي الكاونتر. الكاونتر يعني عداد، عداد عمال يعد. مش لازم العداد ده يمشي بالترتيب، يعني مش لازم يمشي يقول 1 2 3 4، لا ممكن يمشي ايه؟ يقول 1 4 5 7، ممكن يمشي بطريقه معينه انا احددها حسب الديزاين بتاعي. فهنا زي ما مكتوب عندنا في الكونتنتس، في عندي 3 بت سينكرونس باينري كاونتر، في عندي 4 بت سينكرونس باينري كاونتر، في 4 بت اب داون باينري كاونتر، يعني عدادات مختلفه سواء اب او داون. يعني ايه اب؟ يعني الارقام بتزيد او الارقام بتنقص. وفي حاجه اسمها ريبل كاونتر، يبقى انواع مختلفه من الكاونتر. ممكن باستخدام الفليب فلوب غير الكاونتر غير العداد ان انا اعمل زي ريجستر بيعمل، اعمله كمخزن تخزن فيه الداتا بتاعتك، تعمل شيفت ريجستر يعني تشفت الداتا، تخلي الداتا دي تزحها ناحيه اليمين ناحيه الشمال، سيريال ترانسفير، سيريال اديشن، يونيفرسال شيفتر ريجستر. كل هذه الاشياء اللي قدامنا نقدر ان احنا نعملها من مين؟ باستخدام السيكوينشال سيركت. هنشوف اول نوع اللي هو الباينري كاونتر دلوقتي، عايزين نشوف ازاي نعمله. طبعا هنا هو كانت المحاضره بيفكرك الدي فليب فلوب، لازم تبقى فاكر بقى الانواع المختلفه من الفليب فلوب، لان ديت ايه هنستخدمها في الديزاين بتاعنا. يعني مثلا ايه؟ الدي لما يدخل له زيرو يبقى النكست ستيت بزيرو، لو دخل له واحد يبقى النكست ستيت بواحد. خلاص؟ وكان في اكزامبل اديناه المحاضره اللي فاتت على هذا الكلام، الجي كي لو دخل له زيرو زيرو نو تشينج، 1 1 يدي كومبلمنت على الحاله القديمه. دخل له مختلفين يعني الجي عليها زيرو والكي عليها 1 او الجي عليها 1 والكي عليها زيرو، يبقى النكست ستيت بتاعي بيبقى مشابه لمين؟ للجي. خلاص، وخدنا اكزامبل على الكلام ده. التي فليب فلوب هو الجي كي عامل شورت سيركت ما بين الجي كي، فبالتالي لو قلنا المفروض التيبل بتاعه عباره عن ايه؟ ان انا لو دخلت عليه زيرو النكست ستيت تبقى هي البريزنت ستيت، يعني حاله نو تشينج. طب لو دخلت عليه 1 يبقى البريزنت ستيت كومبلمنت من البريفيوس ايه، من الايه، الكرنت ستيت، من الحاله الحاليه. يعني ان انا عملت كومبلمنت، يبقى حاله كومبلمنت اذا كانت التي عليها واحد. وطبعا شفنا اكزامبل. تعال بقى نشوف ديزاين ل 3 بت سينكرونس، يعني تزامن. تزامن يعني عايز باينري كاونتر متزامن. وقلنا قبل كده يعني ايه متزامن؟ انه كل الايه الكومبوننت عندك متوصله على نفس الكلوك، ماشيه مع كلوك معين بتتزامن معاه. ما هو الريفرنس بالنسبه لي او المرجعيه بالنسبه لي في الزمن هي الكلوك. فعشان اقول ان انا عندي الكومبوننت دي كلها شغاله في نفس الوقت يبقى واصل لها نفس الكلوك، وده اللي هنعمله مع بعض. طب هنا 3 بت باينري كاونتر هو عامل عداد كده طبيعي
بدايته 3 اصفار. لما يكون في الاستيت بتاع الثلاث اصفار الاستيت اللي بعدها 1 1 0 0 اللي هي الواحد، وبعدها 0 1 0 ممكن اجيب لك الايه البوينتر اللي هو الليزر. يعني هي في الاول 0 0 0 بعدين 1 0 0 اللي هي الوان، بعديها الاستيت اللي وراها تبقى 0 1 0 اللي هي الاثنين، وبعدين 1 1 0 اللي هي الثلاثة. ال 1 1 0 بالباينري اللي هي الثلاثة بالديسيمال، بعدين يروح للاستيت اللي هي 0 0 1 اللي هي أربعة، بعدين يروح ل 1 0 1 اللي هي خمسة، بعدين يروح ل 0 1 1 اللي هي ستة، بعدين يروح ل 1 1 1 اللي هي سبعة. لما يكون عند السبعة الاستيت اللي بعدها يرجع من الأول تاني ل 0 0 0. أنا عايز أعمل الدايرة دي، يعني أنا عايز باستخدام السيكوينشال سيركت اللي هي سواء التي أو الجي كي أو الدي، عايز أصمم كاونتر بهذا الشكل. طبعا لو جبنا الكومباينيشنال سيركت ما يقدرش إنه يعمل لي حاجة زي كده. تعال نشوف، لأن في بريزنت ستيت وفي نيكست ستيت. يعني لو البريزنت ستيت كانت 0 0 0 يبقى النيكست ستيت كانت إيه؟ 1 0 0. ولو 1 0 0 البريزنت ستيت يبقى النيكست ستيت 0 1 0. ففي بريزنت وفي نيكست، يبقى ما ينفعش الكومباينيشنال سيركت تقوم بهذه المهمة، لابد من السيكوينشال سيركت. تعال نشوف كده، حضرتك هتكون الستيت تيبل بتاعك. في حاجة اسمها الستيت تيبل، الستيت تيبل بيتوضح فيه البريزنت ستيت كانت ايه فبقت النيكست ستيت ايه. تمام، تعال نشوف كده. يعني انا لو كنت في البريزنت ستيت 0 0 0 يبقى النيكست ستيت كام يا جماعة؟ 1 0 0. لو انا بتكلم من اليمين، انا بنقرا القرايه دلوقتي من اليمين، يبقى 1 0 0 اللي هي 1. طب لو كنت على 1 0 0 النيكست يبقى 2. خلي بالك انا بحط هنا الجدول بتاع البريزنت ستيت بحطه بالترتيب الطبيعي بتاع التروث تيبل. ايه الترتيب الطبيعي؟ هو الترتيب التصاعدي من الصفر لحد السبعة، ترتيب تصاعدي. يعني ايه؟ يعني لو الباينري حولناه لديسيمال يصعد من 0 ل 7 ترتيب تصاعدي عادي. فانا حطيت اللي هو التروث تيبل، ملاحظينه اللي على اليمين ده، اللي على الشمال قصدي، ده الجزء اللي على الشمال ده اللي احنا متعرفين عليه اللي هو التروث تيبل بتاعنا. طيب ناخد بقى حاله حاله. البريزنت ستيت لو 3 اصفار تديني 1 0 0، لو البريزنت ستيت 1 0 0 يبقى النيكست ستيت، يبقى البريزنت ستيت لو 1 تبقى النيكست ستيت ايه يا جماعه؟ 1 تبقى 2. ما هو عداد بيعد بالايه؟ بالترتيب. وممكن يبقى العداد اجيبه لك ما بيعدش بالترتيب، يديني 0 1 0 اللي هي الاثنين. طب لو 0 1 0 2 النيكست ستيت تبقى 3 1 1 0، ولو 3 1 1 0 يبقى النيكست ستيت 4 اللي هي 0 0 1، ولو 4 0 0 1 يبقى النيكست ستيت 5 اللي هي 1 0 1، ولو البريزنت ستيت 5 تبقى النيكست ستيت 6 0 1 1، ولو البريزنت ستيت 6 0 1 1 تبقى النيكست ستيت 7 اللي هي 3 وحايد، ولو البريزنت ستيت 3 وحايد يبقى النيكست ستيت 3 اصفار. في اي مشكله بالنسبه للبريزنت والنيكست ستيت؟ دول حسب اللي انا عايزه. حلو قوي. طب يبقى احنا كده حطينا بقى في البريزنت ستيت از ايه 0 و ايه 1 و ايه 2، سميناهم كده بريزنت ستيت ونيكست ستيت ايه 0 و ايه 1 و ايه 2. طيب هنستخدم دلوقتي يا جماعه الفليب فلوب. يعني هستخدم بقى انهي نوع؟ التي فليب فلوب من انسب الانواع لعمل الكاونتر. يبقى من انسب الانواع لعمل الكاونتر اللي هو الايه؟ التي فليب فلوب. تعال نشوف كده. لو اللي عندي الاي 0 بزيرو، البريزنت ستيت كانت بزيرو، النكست ستيت اصبحت بواحد، يبقى التي لو انا مستخدم تي فليب فلوب، الحاله دي كانت زيرو بقت واحد، دي حاله نو تشينج ولا كومبليمنت؟ ما انت عندك في التي فليب فلوب حالتين بس، يا اما تكون نو تشينج يا اما تكون ايه؟ كومبليمنت. طب انا كنت عندي 0 بقت 1، دي حاله نو تشينج ولا حاله كومبليمنت؟ ها مين يجاوب؟ ايوه يا شباب، دي حاله نو تشينج. زياد كاتب كومبليمنت، مظبوط، دي كومبليمنت.
مظبوط. طب الكومبليمنت يبقى التي عليها واحد ولا زيرو؟ التي بتاعتها عليها واحد ولا زيرو؟ احنا قلنا في جدول التي عليها واحد، حالة النو تشينج عليها زيرو، يبقى دي اللي هحطها في دماغي. فأنا بتكلم على ايه؟ زيرو، كانت بزيرو أصبحت بواحد، يبقى تي اي زيرو بوان. ليه؟ عشان تعمل الكومبليمنت. تبص للبيت اللي في النص اللي هي اي وان، كانت البريزنت ستيت بزيرو أصبحت زيرو، اللي باللون البينك دي، اللي باللون الأحمر الفاتح ده، اللي هي الاي وان تمثل التي اي 1. عايز اشوف التي اي 1 عليها 0 ولا 1، اشوف كانت بزيرو بقت بزيرو، حاله نو تشينج ولا كومبليمنت؟ واضح قوي نو تشينج، كانت زيرو واصبحت زيرو زي ما هي. يبقى احط التي اي 1 بكام؟ الحقيقه التي المناظره للنو تشينج زيرو، يبقى احط هنا بزيرو. طب تعالى لي بقى، كانت بنقول تاني بقى الـ A1 كانت بزيرو راحت للزيرو، يبقى الـ TA1 ده حالة نو تشينج، يبقى حالة النو تشينج يبقى المناظر ليها انا هحط صفر. طب الـ A2 كانت بزيرو راحت للزيرو، يبقى حالة ايه يا جماعة؟ برضو نو تشينج، يبقى الـ TA2 برضو ايضا بكام؟ بزيرو. اول صف زي ما عملناه نعمل بقية الصفوف، زي ما عملنا اول صف بنعمل بقية الصفوف. طب ازاي يعني؟ يعني دلوقتي عندي ايه؟ الـ A0 كانت ب1،